السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم علي النبهان. بهذا المقطع الفيديو رح نتعلم كيفية المفاضلة على جامعة أقصراي. طبعا هذا السيستم لهي الجامعة أيضا حساس جدا، لهيك خلينا نكون حساسين شوي بالتعامل مع هذا السيستم لحتى نحن نعرف كيف نسجل. بداية رح نروح على يعني باشورو، بعدين رح نضغط هون صح، بعدين كايت فورمو. رح يظهر أمامي أربع خطوات للتسجيل. بداية عندي رقم التيجي، بعدين الجنسية، بعدين اسم، بعدين الكنية، بعدين كيف رح نسجل، من خلال امتحان اليونس أو من خلال الثانوية. لنفترض من خلال الثانوية، بختار الخيار الثاني. الدولة اللي أخذت منها الثانوية، بعدين اسم مدرستي الثانوية، بعدين بإمكاني إضافة 10 تخصصات. بختار تخصص لأعلى التعيين، رح شوف تخصص عادي مشان ما نضرر اي حدا. طيب هذا التخصص على سبيل المثال. اوكي هلا بنروح نعطي الى الامام. هلا هون بنحط كلمة السر اللي نحن بدنا اياها للسيستم حتى ندخل عليه من بعد التسجيل ومستقبلا بالنسبة للنتائج. نفترض من 1 لـ6، بعدين هون تاريخ الميلاد، بعدين هون اسم الام، اسم الاب ذكر او انثى، بعدين رقم الهاتف من دون مثل ما مكتوب هون المثال، بعدين هون الايميل. طبعا بعد التسجيل ما رح يوصل لعنا اي شيء على الايميل، لهيك لا تتابع الموضوع. هون بعدين العنوان، بعدين هون المدينه اللي نحن مقيمين فيها. رح نعطي على التالي. هلا هون شوي خلينا نكون دقيقين بالمعلومات. هلا نظام العلامه من 100، هون رح نحط المعدل مثلا 50.70، يعني المعدل هون بدل ما يكون فاصلة رح نحط نقطة، تمام؟ هي جدا مهمة، لأنه إذا ما عملنا هيك رح يعطينا ما رح يمشي معكم التسجيل على الخطوة الرابعة. المهم هلا رح نحمل صورة شخصية جي بي جي، بعدين رح نحمل صورة عن الشهادة بي دي اف رح تكون، بعدين هون معدل الشهادة. لا ننسى نحط نقطة وليس فاصلة، الفاصلة طبعا المقصودة ها هي، شايفين هاي اللي حطيتها بالأخير. هلا هون جواز السفر، بعدين هون شهادة اليوز إذا كنا نحن رح نسجل من خلال اليوز، وهون الحق لمعدل اليوز إذا كنا رح نفاضل من خلال اليوز، ولكن نحن الاثنين نتركهم فاضيين. هلا هون رح نحمل كشف العلامات، طبعا بالنسبة اللي شهى أوراقه من خارج تركيا لازم يكون هون كشف العلامات مصدق، بنحمله بي دي اف. بعدين هون بالنسبة لمزدوجي الجنسية لازم يحملوا نفوس كايت اورني، نحن نتركه فاضي لان نحن عم نسجل كاجنبي. هلا هون ايضا شهادة البكالوريا النوترا الخاصة فيها، هون ايضا شهادة الكشف العلامات المنوتر، هون اذا كان في عنا شهادة باللغة الانجليزية اذا كان معنا بامكاننا نحملها. هلا اوكي شفنا كل البيانات. هلا هون عم بيقول لي انه الملف اللي لازم حمله ما لازم يكون حجمه اكبر من 2 ميجا بايت. اوكي هلا حملنا كل البيانات، نعطي التالي. هلا هون رح يقول لي انه الاي بي تبع الحاسوب رح يتم حفظه، كرمال اذا صار معنا اي مشاكل السيستم يعرف هي القصه، نعطي كايدد. هلا هون عم يتم حفظ البيانات ورفع الملفات لسيستم الجامعه. خلينا ننتظر. هلا شايفين شو كتب لي؟ كايدنس بشار لي لأمن مشتر، نعطي تمام. هلا هون طلع لي الباشور الخاص بالطلب. طبعا نحن الملفات اللي تاركينا وما حملناها مثل اليوز او مثل هذا الامتحان ومثل وثيقه النفوس كايد اورني رح يطلع امامه اكس انه ما تحملت هاي الوثيقه، فالامر عادي جدا ما في اي اشكاليه. الملفات اللي حملناها رح يطلع امامه يوكلان مش. هاي هي كل آلية التسجيل على الجامعة، لهيك كونوا دقيقين جدا بآلية التسجيل. لهون يكون انتهى المقطع الفيديو، بتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق، كان معكم علي النبهان.